أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بجهود مصر وقطر التي ساعدت في تحقيق الهدنة بغزة والإفراج عن المحتجزين بها. أضاف أوستن خلال مؤتمر صحفي من العاصمة القطرية الدوحة أنه دعا تل أبيب إلى ضرورة العمل على حماية المدنيين المحاصرين في قطاع غزة. كان أوستن قد أعلن وناقش في إسرائيل استكمال العمليات العسكرية لتكون أكثر دقة وأقل تكلفة بشرية. Militaries will continue working together to increase interoperability.